السلام عليكم، كيراكم؟ لاباس غاية؟ الحمد لله. معكم مطبخ أم البنون. كما راكم تلاحظوا في الفيديو، اليوم غادي نديرو مع بعض محمر ولا متوم. في العاصمة يقولوا له المتوم، احنا في الغرب نقولوا محمر. قدمته كما راكم تلاحظوا مع مطلوع خبز طيبته في الكوشة. لبغى حبيتو هذاك الخبز، ديروا مطبخ أم البنون، خبز مطبخ أم البنون، يطلع لكم الفيديو تاعه. وهنا كما راكم تشوفوا قدم محمر باللحم، لحم الخروف مع لي بولات، قدمته معاه شفريت ويجي الشكل تاعه جميل وراقي. يقدم هذا الطبق عندنا هنا في المناسبات، مثلا كيما الاعراس وكاع يقدموه كذا، يقدمه مع الشامبينيون مع الزيتون محمر. المحمر انا درته مع لي بولات. شوفوا الشكل تاعه، شوفوا اللحم راه عاد حامي، راه عاد يرجف اللحم هنا، راه عاد حامي الطبق، عاد حطيته. نروحوا للوصفه واش غادي نديرو. كان عندي مرصو تاع اللحم كيما راكم تلاحظوا، درت نصف ملعقه سمن، ورقه تاع رند، البصل درت حبه كومبلي تاع بصل، كركم، وزنجبيل، سكين جبير حنا نقولوه، والفلفل الاسود والملح. وغادي نمرق بارد في بارد. انا هنا برك ما غاديش نقلي، المرق بارد في بارد. انا درت الماء سخون باش اللحم يطيب لي معاه، كان الوقت حاتمني، كان الوقت مرقته حامي في حامي. ودرت عود تاع قرفه كما راكم تلاحظوا، ونمرق ونديره في الكيكوطه ونبلع عليه ونخليه. هنا درت قليلا من الزعفران هكا، ويجي شباب. تقولوا ما يتقلاش، ما يجيش شباب، يجي ولا اروع. احنا الكتري تاع المحمر يديروه بهذه الطريقه، يمرقوا كلش بارد في بارد، ما يقلوش ويجي شباب ما شاء الله. هنا انا درت المحامي، احنا كاين اللي يمرقوا بارد في بارد، المحمر برك. ودرت وغادي نبلع عليه الكيكوطة ولا طنجرة الضغط ونخليه يطيب. اللحم المرحي اللي غادي نديره معاه بولات، المقطع هذاك راح لي. واش درت فيه؟ درت اللحم مرحي، درت معاه 2 معالق خبز مرحي شابلير، حبة بيض، التوابل اللي درتهم في المرق نديرهم في اللحم. درت زنجبيل، كركم، فلفل أسود، ملح، وحبه بصل رابيتها، والثوم تاني رابيته، وندير له كويرات دوك تشوفوه معايا. وكي يطيب اللحم نص طياب نزيده معاه. اتمنى تكونوا فهمتوني. ها هو هنا هذا المقطع راح لي، كنت ضفت فيه المكونات. شدرت شابلير، 2 معالق شابلير، يحسب الكمية تاع اللحم اللي تكون عندك، حبة بيض، بصلة مرحية، ثوم مرحي، فلفل أسود، ملح، كركم، زنجبيل، قليلا من القرفة مطحونة بودر، والمعدنوس، ونديرهم هكا كويرات. وكي يطيب اللحم نص طياب نضيف لي بولات التوعي هادو دوك تشوفوها معايا. الطبق جاهز. هنا بعد لي طاب اللحم نص طياب زدت هذوك لي بولات. شوفوا هنا اللحم راه طايب معايا، راه رفيس هنا اللحم طاب مليح. ها هو حط قدمته في هذا الصحن. شوفوا اللحم راه عاد حامي، راه يرتعد. وقدمته مع الفريت، تقدري تقدميه مع شامبينيون ولا زيتون ولا. شوفوا الشكل تاعه، هنا ضفت معاه الفريت هاكا. وهذا الطبق تقدميه بمناسبة المولد النبوي الشريف، قلت نقدمه معاكم. ممكن العائلة تجتمع ويندوروه مع بعض، يديروه مع بعض، يجي الشكل تاعه شباب وراقي، يتقدم في المناسبات. تشوفوا لي بول كيفاش خرجوا تاني، روعة. جا بنين بنين بنين، سكر. مش راني نشكر في روحي، ولا راني نقول لكم في الحقيقة بهذه الطريقة يجيك بنين. ما تنسونيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والتعليقات، ونشكركم على هذه التعليقات الشابة الحلوة كما انتم، التعليقات اللي تطلع المورال.
تعطيك طاقة إيجابية ليوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله. تحفزني، مرات نكره قاع نقول صاي نحبس، ومرات كي نشوف هذوك التعليقات نقول الحمد لله اللي خلاني تعرفت على الناس كيما هاك، والحمد لله. وما تنسوش الصلاة على النبي بهذه المناسبة تاع المولد النبوي الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد، ألف صلاة وسلام. اللهم صل على رسول الله، ألف صلاة وسلام. والفيديو القادم إن شاء الله، شوفوا تاني هذاك الخبز، شوفوا الله الله، شوفوا. لو بغيتوني نعاود لكم الخبز نعاوده لكم، ما كانش مشكل. شهيدكم في الجنة، سمحوا لي شهيدكم في الجنة، سمحوا لي. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم واستفادوا منه إن شاء الله، والفيديو القادم إن شاء الله. المهم غير ما تنسونيش ديروا لي اللايك باش الفيديو يطلع في اليوتيوب وتبان القناة تاعي. راه عندي غير المشتركين اكثر من المشتركين، يتفرجوا للفيديو ما مش مشتركين في القناة. نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، هكا باش كي نديروا فيديو جديد يلحق ويبان الفيديو في اليوتيوب، باش اليوتيوب يقترح الفيديوهات تاوعي ما راهمش يطلعوا. وراني نتعب كيما راكم تلاحظوا، الانسان يتعب لازم. واللي مع كثرتها قلت لكم اللي ما مش مشتركين راهم يتفرجوا للفيديوهات، وما اشتركوا في القناه واش غادي تخسروا، اشتركوا في القناه وفعلوا لي الجرس واللايك، اللايك تاني يطلع الفيديو. ومع السلامة، الفيديو القادم إن شاء الله. نتمنى ما كنتش ثقيلة عليكم، ومع السلامة.